بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. الآية التاسعة في سورة الحجرات إذا فرتم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هنا ما وقعش فضلتنا مش الإصلاح، أي عملوا كما هو وسعهم، خذوا الغصص الكل لأن ضد الحق مغرب الحق سبحانه وتعالى، وتعالى ما جاش يكون يفصل بنفسه بالحسن. فكانت آثار غياب هل مش يقوموا بالحسن ويصلحوا حال المسلمين وقت يعني تفرقوا إلى شفصار سيدنا علي كرم الله وجهه وفسطات معاوية، والله أعلم به هل ما قيل عنه من المرضي عنه من العشرة ممكن وضعها منهم، يعني كما قلت دورهم هو تفضيل معاوية اللي هو فعلا يطلب السلطة يتبع الروم وربما تزوج رومية وانتج منها الكلب اللي كان ورى المسلمين المجاهدين كل غل الرومان واليهود، والسلام على أهل الإسلام.